في إطار ما تتخذه الدولة المصرية من خطى ثابتة لتحقيق الرخاء الاقتصادي وكذا تحقيقا للاكتفاء الذاتي، افتتح اليوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع السادات للإنتاج الحيواني والذي يقام على مساحة 990 فدان، حيث يضم بداخله مزرعتي أبقار إحداها للتسمين وأخرى للحلب، وكذا يضم مركزا علميا للتدريب والأبحاث يحوي بداخله أحدث أجهزة بالعالم. المجمع بطاقته الإنتاجية خطوة على الطريق، يعني احنا عندنا إن شاء الله تحت في إنشاء ثلاث مجمعات، ده المجمع الأول فيهم. لما بنتكلم على 150 أو 200 طن لبن في اليوم المجمع الواحد، يعني معنى كده حوالي 600 طن لبن في اليوم لما باكتمال ثلاث مجمعات، ده رقم في سوق الألبان رقم كبير جدا. يعني إن شاء الله يعني نصل الاكتفاء ذاتي ويبقى في فائض للتصدير. احنا بنتكلم في قضية أمن قومي وأمن اقتصادي، الأمن الغذائي ده قضية مشتهلة ولا تمس كل مواطن، كان لازم طبعا ناخد الخطوة ديت، لأن توطين السلالات وتحسين الوراثي طبعا ده في ظل الأزمات المالية والاقتصادية لازم احنا نمتلك هذه التقنية من التحسين الوراثي ومن التكنولوجيا. هو الشراكة فرصة كبيرة للقطاع الخاص لأن هو يستثمر مع الدولة. بمعنى إيه؟ الدولة طبعا صراعها قوي وهي بتقدر تعمل مشاريع عملاقة ما يقدرش عليها القطاع الخاص لوحده، عشان نكون صراحة يعني. السيادة الرئيس كان نادى كتير طبعا ان القطاع الخاص يجي والقطاع الخاص يخش يدير، واحنا بنشكره جدا جدا طبعا ان هو بدنا هذه الفرصة. يعني الحمد لله توصلنا ان احنا نقدر نستخدم لأحدث نظم متطورة في مزارع الألبان. هنا المحلب بينقسم لقسمين، أول قسم صالة الحليب، ثاني قسم صالة التبريد. صالة الحليب بتنقسم إلى ثلاث مراحل، أول مرحلة مرحلة الغسيل، ثاني مرحلة مرحلة التجفيف. مرحلة الغسيل بيتم فيها نزول رذاذ مياه على ظهور الأبقار بحيث إن احنا نخفف بها العبء الحراري على البقر، وذلك علشان نقدر إن احنا نتوصل به لأعلى إنتاجية. ثاني منطقة منطقة التجفيف بيتم فيها تجفيف المياه اللي نزلت على البقر في مرحلة الغسيل، بعدها بيخش صالة منطقة الحليب. منطقة الحليب بيتم فيها حلب الأبقار دون تدخل أي أيدي بشرية، بيتم فيها بعض الخطوات من مرحلة تطهير الأبقار مطهرات قبل الحليب، ثم بعدها بتنشيف المطهرات بمناديل مخصصة لذلك، وبيتم أخذ عينة من كل ربع من دروع الأبقار بحيث ان احنا نتأكد من سلاوة اللبن وجودته. ثورة في عالم الجراحة في الطب البيطري. أوضة العمليات الرئيسية اللي احنا فيها دلوقتي دي مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية علشان تقدر تقوم بوظيفتها والمهمة اللي هي اتعملت من أجلها. وطبعا احنا نقدر نعمل هنا كل أنواع العمليات الجراحية المعقمة اللي بتحتاج تعقيم شديد. وطبعا الهدف من الوحدة دي أساسا هو هدف بحثي، خلاص نقدر نعمل كل الأبحاث العلمية والتطبيقية اللي احنا محتاجين احنا نجربها على الحيوانات وحيوانات التجارب. وطبعا لينا هدف علاجي برضو، احنا بنعالج الحيوانات اللي بتحتاج تدخل جراحي من خلال وحدة الأشعة التشخيصي اللي احنا عندنا هنا في الملحق بجناح الجراحة، غرفة للأشعة نقدر نستخدمها ان احنا نشخص الإصابات اللي بتحتاج تدخل جراحي. وكمان عندنا هدف علاجي وعندنا هدف تدريبي، لان احنا في بروتوكولات تعاون موقعة بين الشركة الوطنية والجامعات المصرية بنقدر من خلالها ان احنا ندرب مجموعة من الكوادر البشرية واطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في جراحة الحيوان وكمان في الجراحات التجريبية. احنا بنركز هنا على مواضيع كتير جدا، منها موضوع اللي هو الخلط الممنهج ما بين السلالة المصرية من الأبقار والسلالات الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج، وطبعا ده هيكون له مردود غير مباشر على الاقتصاد، طبعا الإنتاج المحلي يزيد جدا. الحاجة التانية برضو هنا بنقدر نشتغل على المسببات المرضية، فنقدر نوجد لها اللقاح المناسب أو نقيم اللقاح المناسب، مع بالإضافة لكده برضو نشتغل على جزئية العلاج، لو في أدوية بنقدر نتعامل معاها برضو بنقدر نقيم كفاءة الأدوية. هي كل ده بيتم طبعا بالتنسيق مع الجامعات المصرية وأكاديمية البحث العلمي. الجناح هنا مسؤول عن أبحاث الميكروبات المصنفة، والميكروبات دي بتبقى شديدة الضراوة أو شديدة الخطورة، فبنتعامل معاها في مستويات أمان حيوي، لازم نعمل تأمين كامل للمكان اللي احنا شغالين فيه
عشان ضمان الامن بتاع الفرد نفسه اللي شغال وضمان للبيئه المحيطه من الحاجات المخرجات بتاع هذا المكان، سواء كان هواء سواء كان ميه. الجناح هنا بيتكون من 6 مختبرات، 5 منهم ذات مستوى امان حيوي 2، دي درجه من درجات الامان الحيوي، بتضم مختبرات زي الباثولوجيا وابحاث فيروسات وابحاث بكتيريا وابحاث مناعه. المجموعة ديت اللي هي مستوى أمان حيوي 2 بتستطيع أنها تتعامل بشكل يومي مع ما يقرب من 1000 عينة. هو الغرض الأساسي من الجناح ده وتصميمه، احنا تصممناه بمرجعية دولية تابعة للمعهد الوطني للصحة الأمريكي، وده الدليل الوحيد المنشور على مستوى العالم والمكتوب، المنشور والمكتوب استخدمناه في التصميم مع بعض أساتذة الجامعات المصرية والمراكز البحثية وعلى رأسهم أكاديمية البحث العلمي. باسم كل المصريين بنشكره على اهتمامه بالعلم والبحث العلمي. المكان هنا دوره في إن احنا نقدم خدمة طبية ونحاول نعمل هنا تمثيل، يعني نحسن الإنتاج ونحافظ على الحيوانات من الأمراض ونحافظ على الكفاءة الإنتاجية بتاعتها. احنا بنتعامل هنا مع العينات عن طريق كاميرات من الأمان الحيوي وأحدث الأجهزة الميكروسكوبية وجهاز الريال تايم بي سي آر والبي سي آر، ودي أجهزة بتعزل لنا المايكرو أورجانيزم بطريقة معينة عشان نقدر نتعامل معاه في أعلى مستوى أمان حيوي. أولاً بحافظ على صحة الحيوان، دي أول حاجة ودي أهم حاجة. تاني حاجة إن أنا ممكن أخد منه زي عينات عشان أبدأ إن أنا أفحصها برضه في نفس المكان بس في أجنحة تانية، ده بقى هيفيدني في إن أنا بعد كده هعرف إزاي أتحكم في موضوع الجينات وأتحكم في موضوع الإنتاجية بتاعتي، فده بيعود بأثر كويس على الثروة الحيوانية. شرف ان السيد الرئيس اتاح لنا الفرصة ان احنا يكون في مكان مجهز زي ده، وان احنا نقدر نطلع طاقتنا الطبية، وان احنا نقدر نوصل رسالتنا للعالم كله، وان احنا نقدر القدرة الاستيعابية للمكان وامكانياته، وان احنا نقدر نعمل عمليات والاجهزة ونحضر بالاجهزة الموجودة عندنا، نقدر نعمل عمليات وكل الاجراءات الموجودة عندنا ان احنا نواكب التقدم العلمي والبحث العلمي بالخارج ومصر. ربما ومع بداية موجة التضخم التي شهدها العالم منذ بداية هذا العام، ظن الكثيرون أن مصر ستوقف ولو جزئيا عددا من مشاريعها القومية، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبى إلى أن يكمل مسيرة التنمية، وها هو اليوم يضيف إلى سجل إنجازاته هذا المجمع، ألا وهو مجمع السادات للإنتاج الحيواني، والذي تسعى مصر من خلاله إلى توفير احتياجاتها من اللحوم والألبان في القريب العاجل من خلال استحداث سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.